معك الأخت فايزة من الجزائر، تعاني من حالة المس والسحر والقولون والمعدة. عانيت مدة 6 سنين من هذا المرض، ما كانش عندي أمل في الشفاء. كنت ندير ليزاناليز تعيارات راديوات، ما كان عندي، يقولوا لي ما عندك والو، ما كانش عندي أمل في الشفاء، نكذب عليك. ما هي اللي شجعتني، كانت تبع قناة الحقيقة، قالت لي نروحوا مركز الهاشمي، نروحوا نجيبوا جرعة. قلت لها جيبي انتيا أول جرعة وشوفي وعطيني رأيك. جابت تما أول جرعة، حست بالتحسن، درت اليوم الأول تاني تالت بدأت تحس بالتحسن. كي كملت تما الجرعة تاعها، أنا جبت الجرعة الأولى، بديت أنا درت الجرعة الأولى، بديت اليوم الأول التاني تالت بديت نحس بالتحسن، وزدت كي بديت ندهن بالزيوت تاني حسيت كشغل جسمي تنمل، كاع حسيت جسمي تنمل، وشغل كي شربت الأعشاب حسيت روحي نورمال. كي بديت ندهن بالزيوت حسيت روحي تخلط كشغل مرت كاع من جديد، مكتر من الخطرة الأولى. درت هذوك الزيوت، كملت ديك الجرعة، قلت ما عليش نكملها وين ما جات جي، كملتها بالسيف، وزدت دعمت روحي بالقرآن، قراءة المصحف سورة البقرة، قلت ندير علاج كامل. كملت الجرعة الأولى بالمرض، خطرة الريح خطرة ما ريحش، قلت نزيد نجيب الجرعة الثانية. الجرعة الثانية كي وليت في النص ريحت تماما، وليت نستعمل الأعشاب كيما مذكورين 3 مرات في اليوم، مع العسل مع الماء محو مع زيت الزيتون مرتين في اليوم، وزدت وليت نكملها بقراءة القرآن، نكمل قراءة القرآن، وليت نحس بالشفاء. الجرعة الثانية في النص الجرعة حسيت بالشفاء الكامل، حسيت بالشفاء الكامل. من قبل ما نجيب الدواء كانت تحكم لي الكآبة، الكرهة، الغمة، ما كنتش نصوم فرحتي كيما الناس، كانت كي نوض الصباح نوض مغمومة متضايقة، نحس كشغل هكا ونروح الخدمة غير بالسيف، ما زعما كشغل هذاك اللي مسيفين عليه. كي وليت نستعمل الأعشاب والشامل الصباح وندهن بالزيوت، وليت نحس بالتحسن بالراحة، وليت نهضر مع الناس طبيعية كشغل، حسيت روحي ولدت من جديد كشغل، حسيت باللي في حياتي كاين تغير، حسيت باللي زعما هذا الدواء نفعني. مالي في نص الجرعة حسيت بالتحسن، وزدت كملتها بقراءة القرآن، حسيت روحي غاية. اللي كانت سبة وشجعتني هي أمها هي اللي كانت من ورايا تقولي ديري الأعشاب ديري الدواء تاعك، هي اللي كانت تجيب لي المصحف تقولي عاوني روحك بقراءة المصحف. أنا ما نكذبش عليك، نهار الأول كنت نتقل وما كانش عندي أمل، لخش نهار الأول كي بديت ندير الجرعة ما ريحتش، شغل زادت الحالة تاعي، شغل قطعت الياس. من تما قالت لي ما تقطعيش الياس، قالت لي ما تقطعيش الياس، قالت لي لازم تواصلي في العلاج، ما تقطعيش الياس. كملت الجرعة الأولى، قرأت المصحف نورمال، في الجرعة الثانية في النص بدأ التحسن. كملت الجرعة الثانية حسيت بالتحسن الكامل، واللي كانت سبة هي أمها، هي اللي عاونتني في الشفاء، هي اللي دعمتني على العلاج. مالي أنا نطلب من كل مريض أو مريضة يتجه المركز الهاشمي لأنه فيه دواء كبير، مكاش إنسان في الدنيا مريض، لكل داء دواء، كل إنسان مريض في الدنيا يلقى دواء تاعه، مكاش إنسان ما يلقاش الدواء تاعه في الدنيا. إنسان يجرب ما يقطعش الياس، ما يقولش هذه ما تنفعنيش، ما يقولش، واحد يسهل على ربي والشفاء بيد الله. الهاشمي كان غير سبب، والشفاء بيد الله. مالي أنا نقول كل إنسان مريض، كل إنسان قاطع الياس من حياته، نقول له يتجه مركز الهاشمي لأنه الشفاء كامل. أي مرض القولون، السحر، المس، سرطان، لأنه غادي يلقى في التالية نتيجة، في التالية غادي يلقى نتيجة. مالي أنا نقول بالراشد الهاشمي، ربي يطول عمره، الله يعطي علم على علم، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. كل من كان مريض على فراش المرض شنقول له الله يشافيهم ويعافيهم، ونطلب منهم ما يتقلوش يتوجهوا مركز الهاشمي، لأن مركز الهاشمي أنا في حالة ما دخلت له خطرة الأولى حسيت بالراحة متحارة دير دواء. أنا نطلب منهم يتوجهوا المركز، ما يتقلوش وما
انا نتمنى لهم الشفاء العاجل، نقول براش الهاشمي ربي يطول عمره، وشكر الخاص اللي استضفتوه عندكم.